موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. رفض المكون العسكري التشاور مع التحالف الحاكم بشأن مقاعد خصصت له في المجلس التشريعي المزمع. ورفض المكون العسكري التشاور مع الحرية والتغيير حول 60 مقعدا بالتشريعي المخصصة له. في نفس الوقت ترفض فيه الحرية والتغيير التنازل عن موضوع التشاور باعتبار أنها الضامنة للتمثيل بموجب الوثيقة الدستورية التي تنص على هذا التشاور. دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي العالم لدعم الإقليم وفتح الباب لهم أمام الاستثمار. وقال مناوي أنه يرحب بمن يأتي إلى دارفور، وأكد أنه مسؤول عن المنكوبين وسيقوم بالاستجداء للإقليم من العالم كله، سواء كان العالم العربي أو الإسلامي أو إفريقيا وفق قوله. أعلنت السلطات نزوح 3500 أسرة إلى معسكرات زمزم وشجرة وطويلة جراء أحداث العنف التي شهدتها منطقتا كولوجي وغلاب في ولاية شمال دارفور. وقرر اجتماع موسع لمفوضية العون الإنسانية الحكومية مع المنظمات الوطنية بولاية شمال دارفور تشكيل لجنة مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الذين فروا من مناطقهم بسبب الأحداث. وفي السياق ذاته خرجت تظاهرة طلابية بمدينة الفاشر تنديدا بالأحداث في منطقتي كولوجي وغلاب والمناطق الأخرى في الولاية. وخاطب حاكم ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن المحتجين مؤكدا سعي الحكومة إلى إلقاء القبض على الجناة وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.